أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل: ما حكم التسمي بهذه الأسماء عبد الحق، فضل الحق، شمس الحق؟ الحق من أسماء الله، يقول يجعلونه من أسماء الله، ولذلك يعبدون له عبد الحق، شمس الحق إلى آخر. لا، شمس الحق هذه ليست مثل عبد الحق. شمس الحق يعني الشيء البين، أنه شيء بين مثل الشمس، بين حقا مثل الشمس. نعم.